اوكي، اذا اليوم يا جماعه ان شاء الله راح نبلش في سكشن 0.6، يعني اللي هو عباره عن العنوان له اللي هو الفاكتورينج، يعني تحليل للعوامل. وبالتالي راح نبلش في عمليه اخراج عامل مشترك بشكل مباشر. وكم عامل مشترك بدنا نخرج؟ بس عامل مشترك واحد بنسميه مونوميال، مونوميال فاكتور، يعني عامل مشترك واحد. كومون مونوميال فاكتور، كومون يعني مشترك، فاكتر عامل، مونوميال يعني بس حد واحد فقط. وبالتالي انا بدي اروح هلا على كثير حدود، هيو كثير حدود العدد تبعه مونوميال يعني عدده واحد، واخرج عامل مشترك كومون فاكتر، اخرج عامل مشترك من بولينوميال اخر. فلازم يكون هذا العامل المشترك من اسمه لازم يكون هو كومون فاكتر، عامل مشترك في كل الحدود. فمثلا في الاكزامبل اللي هون كتطبيق مباشر على الكومون مونوميال فاكتر، لو اجى سؤال بهي الصوره: فاكتر ذا فولوينج بولينوميالز باي فايندينج ذا كومون مونوميال فاكتر، بيجي بطلع على المثال الاولاني مثلا، شو الاشياء المشتركه في الثلاث حدود اللي هون؟ اول حاجه اكس موجود هون، موجود هون، موجود هون. اذا بعتبر الاكس هو ايش؟ بعتبر الاكس هو عامل مشترك موجود في الثلاث حدود. اوكي، بطلع برا عامل مشترك، فبيجي بطلع الاكس عامل مشترك. هي طلعت الاكس عامل مشترك، هون الاكس تربيع شو بضل معها؟ بضل معها اكس، والاكس اللي هون بتطلع لبرا بضل سالب ثلاث، والاكس اللي هون بتطلع بتروح. هلا بس في كمان عامل مشترك اخر اللي هو الرقم ثلاث، ثلاث موجود هون، موجود هون، والتسعه ما هي عباره عن ثلاث في ثلاث، مزبوط؟ التسعه عباره عن ثلاث في ثلاث، فبقدر هلا اخرج عامل مشترك اللي هو عباره عن ثلاثه اكس. ساعتها هون هي الثلاثه بتطلع والاكس بتطلع، بروح يعني التربيع بروح، بضل عندك ايش؟ سالب اكس تي، هي سالب اكس تي. وهون الثلاثه اكس تطلع كلياتها بضل محلها لانها بتبقى هي مضروبه في واحد، بتبقى ضرب واحد، بتطلع ثلاثه اكس برا بضل الواحد هيو. ومن هون بنطلع ثلاثه اكس عامل مشترك، بضل عندك ثلاثه تي تربيع. لاحظوا انه تي مش مشترك، يعني هون في تي، هون في تي، بس هون فيش تي. وبالتالي العامل المشترك اللي طلعناه اللي بنسميه مونوميال كومون فاكتور اللي هو عباره عن الثلاثه اكس، فبنطلع ثلاثه اكس عامل مشترك. هلا ممكن حدا يطلع سالب، فاذا بتطلع سالب بس بتعكس الاشارات اللي هون، تمام؟ هي هون نعكس الاشارات على اساس لما المهم لما بدنا نيجي ندخل نوزع على قانون التوزيع نضرب كل هاي الحدود في 3 اكس لازم يطلع معنا نفس الجواب اللي هون، سواء طلعنا 3 اكس عامل مشترك او طلعنا سالب 3 اكس عامل مشترك. اذا بنتاكد بنقدر نوزع على قانون التوزيع ديستريبيوشن لو، فبطلع معك نفس الفاكتورز اللي هون. فهذا مثال تطبيق مباشر كيف نطلع الكومون مونوميال فاكتور. هلا لو نشوف مثال اخر، مثلا بدنا نشوف شو الحدود المشتركه في هذا البولينوميال. اول حاجه بتطلع بلاقي مثلا بي موجوده هون بس مش موجوده هون، معناتها تتغلبش حالك، بي ما هيش كومون فاكتور بي، بدناش اطلعها عامل مشترك. طيب نشوف الاكس، اكس موجوده هون، ممتاز، في هون اكس، تمام، بس هون فيش اكس، معناتها الاكس مش عامل مشترك، اذا كمان الاكس مش عامل مشترك. طيب في عندنا هون اي موجود بس مش موجود هون A، معناته الـ A مش عامل مشترك. إذا ما فيش عندي لا A ولا B ولا X، معناته ما فيش عندي غير أرقام. إذا في نشوف الأربعة، هون في أربعة، الـ 160 هي عبارة عن 80 ضرب أربعة، يعني لو جينا طلعنا أربعة عامل مشترك، يعني بقدر أنا أطلع عامل مشترك من هون رقم فقط يقبل القسمة عليهم، الأربعة موجود هون، وال 160 بتقبل القسمة على أربعة، والثمانية بتقبل القسمة على أربعة. فلو جينا نطلع الأربعة عامل مشترك، بيجي بحكي هي الثمانية هي طلع منها أربعة، بضل اثنين. 160 طلع منها أربعة عامل مشترك، لازم يضل قديش؟ لازم يضل 40، مش 80، هي 80 خطأ اللي هون. لازم يضل هون قديش؟ 40. وهي هون لازم ايش؟ 40. وبالتالي عشان اتاكد بجي بضرب 4 ضرب 40 بطلع 160. بدنا ننتبه طبعا لايش؟ للاشارات. هلا
وبطلع أربعة عامل مشترك من آخر حد، فبضل عندك بهاي الصورة. هلا السؤال، يا بتطلع أربعة يا بتطلع سالب أربعة، ما بتفرق، بس المهم لما بدك تطلع السالب أربعة، لما بدك تطلع السالب أربعة بدك تنتبه إنه تغير الإشارات تعكسهم، يعني لاحظ الإشارات اللي هون بس عكسناهم هون، حتى لما إجي أوزع زي ما حكيت قبل شوي إيش حسب قانون التوزيع يطلع معنا نفس الفاكتور الأولاني اللي بالأسود الأصلي. هلا أحيانا ممكن شو نعمل؟ نعمل فاكتورينج باي جروبينج، يعني أحيانا أنا بيجي بحكي شو يعني باي جروبينج؟ يعني هذول الجماعة في بينهم شيء مشترك لحالهم، هذول الجماعة في شيء مشترك بينهم لحالهم. فأول حدين الإشي المشترك ثلاث، بطلع ثلاث عامل مشترك، شايفين كيف؟ يعني هون في عامل مشترك ثلاث، هون في عامل مشترك اللي هو 7A. فبيجي بطلع ثلاث من هون عامل مشترك بهي الصورة، وبطلع من هون 7A عامل مشترك بهي الصورة. هلا صار سؤال جديد، كويس؟ صفى عندي أنا هلا X ناقص Y هون و X ناقص Y هون، صح؟ هي X ناقص Y و X ناقص Y، بقدر أطلعهم عامل مشترك. فبطلعهم عامل مشترك، الحد الأول بضل منه ثلاث، والحد الثاني بضل منه 7A. فطلع بالنهاية أنا هلا بقدر أستنتج كالتالي، إنه إذا بيجي إذا بيجي مثلا بفك الأقواس اللي هون، إذا بفكهم راح يطلع معك الناتج اللي هون 100%. فأنا عملت تحليل باي جروبينج، يعني عملت هذول لحالهم، هاي معنى جروبينج، عملت هذول لحالهم وهذول إيش؟ لحالهم. كمان مثال آخر على جروبينج، مثلا بيجي بشوف في أحيانا شيء مشترك، مثلا إكس تربيع موجود هون وهون، فبخرج عامل مشترك من هون إكس تربيع، ومن هون بخرج عامل مشترك مثلا من خمسة عامل مشترك، لأن العشرين عبارة عن خمسة في أربعة. فشو بسوي؟ بطلع خمسة عامل مشترك من أول حدين، فبصير عندك خمسة مضروب في واي ناقص أربعة، وبطلع مثلا إكس تربيع بالسالب من الحد الثاني، فلما طلعها سالب إكس تربيع عامل مشترك بضل عندك هنا واي بالموجب، وهون بضل عندك أربعة بالسالب، لأني أنا بدخل سالب عامل مشترك. طبعا اذا بدك تتاكد شو بتسوي؟ تضرب سالب اكس تربيع هون، وبتضرب سالب اكس تربيع في سالب اربعه، فسالب في سالب بصير ايش؟ بصير موجب. عشان هيك مش لازم تخربط بالاشارات. المهم هلا انا اكتشفت هلا انه في عندي كمان عامل مشترك اللي هو واي ناقص اربعه، واي ناقص اربعه، بطلع عامل مشترك زي ما انتم شايفين. هلا هون بضل بس خمسه هيها، وهون بضل بس ايش؟ سالب اكس تربيع هيها. معناته في النهاية بقدر استنتج هلا انه اذا بفك حاصل ضرب هذول القوسين مع بعض راح يطلع معك الناتج اللي بالاسود 100%. فهذا ايش كمان؟ تحليل باستخدام الجروبينج. هلا بالنسبة للفاكتورينج تراينوميال بدي انا ايش اسوي؟ بدي اروح على النوتس اشرحها هناك، بس بتاكد ان الكل فاهم ومتبع معي. فاذا في حدا عنده اي سؤال بقدر يرفع ايده، إذا فيش إشي بدي أروح مع بعض على النوتس حتى أوضح فكرة أخرى. طيب في ناس سجود؟ نعم سجود. دكتور لو سمحت تعيد مثال اثنين. مثال اثنين. مثال اثنين طلع كيف؟ هيو في مثال اثنين بتدخلش عامل مشترك، ما فيش إشي مشترك بينهم هذول كلياتهم. لاحظي هون ما فيش إشي مشترك بينهم، يعني الإكس موجود هون وهون بس مش موجود هون، مثلا الواي بس موجوده هون وهون مش موجوده في كل الحدود، مثلا الاربعه بقدرش اخرجها عامل مشترك من الكل مش موجوده هون الاربعه مثلا. عشان هيك بعمل ايش؟ بلاحظ انه في شيء مشترك هون لحالهم وفي شيء مشترك هون لحالهم. فالحد اللي هون هذا الحد الشيء المشترك اكثر شيء ال 20 بقدر اعمل فيها شيء بدلاله الخمسه، يعني اللي هي 5 في 4. فهلا بخرج خمسة عامل مشترك، هاي خرجت خمسة عامل مشترك، بضل عندك واي ناقص أربعة هي. الحد الثاني اللي هون بس بقدر أطلع إكس تربيع عامل مشترك. وبالتالي لما أطلع إكس تربيع، يعني هاي اللي هون لما بدك تطلع سالب إكس تربيع، هذا الموجب اللي هون هو عبارة عن سالب السالب. فنحن بدنا نخرج إيش؟ سالب إكس تربيع. أوكي، هاي طلعنا من هون سالب إكس تربيع، بضل واي هي. هلا الحد الثاني بدي اطلع اكس تربيع واطلع معاه سالب، فشو بضل؟ بضل الجواب سالب اربعه. هي الاربعه اللي هون
والسالب اللي هون. هلا بالنهايه انا بلاحظ انه في هون واي ناقص 4، هون واي ناقص 4، بطلعها عامل مشترك. فبطلع لما اطلعها مشترك بضل عندك هون 5 ناقص ايش؟ اكس تربيع، هي هون. وهيك احنا بنكون حللنا. هلا بالنسبه للفكره اللي هون بدي اروح اشرحها هلا ايش؟ على النوت. يعني الفكره هون بدي اروح هلا على تراينوميال. شو معنى تراينوميال؟ تراينوميال يعني باينوميال جواه ثلاث حدود، هي ثلاث حدود. بدي اعمل له تحليل. بدي اعمل تحليل لثلاث حدود هلا. كويس؟ فخلينا نشوف كيف بنعملهم. بدي اروح ابلش في هذا بالشرح وين؟ بالنوتس. هناك بكون الواحد يعني مع الوان وبفسر بطريقه يمكن ابسط. فبدنا نيجي هلا على اكزامبل. تمام؟ هلا هذا الاكزامبل اللي هو العنوان تبعه، بدنا نعمل احنا تحليل لكثير حدود متكون من ثلاث اجزاء نسميه تراينوميال. تراينوميال يعني كثير حدود في جواته جزء، جزئين، ثلاث. طيب فلو جاء السؤال فاكتر ايش؟ فاكتر the following مثلا expressions، وبدنا نكتبهم على شكل ايش؟ as product of binomials. بدنا نكتبهم على شكل حاصل ضرب binomials. ديروا بالكم binomials هون يعني بس حدين جواتهم. طيب نيجي على اول واحد اللي هو عباره مثلا عن اكس تربيع ناقص 7 اكس زائد 6. فانا هلا شو بدي اجاوب على السؤال؟ بدي اجي احكي انه هاي الكميه هي عباره عن حاصل ضرب ايش؟ 2 binomials. 2 binomials، البينومز جواته حدين، التراينوميالز جواه ثلاث حدود، هيهم تراينوميالز حد حدين ثلاث. هلا بيجي بدي اعمل فرق بين مربعين، عندك اكس تربيع بحط هون اكس هون اكس. لما يكون معامل اكس تربيع واحد يعني الشغل بيكون سهل. هلا بدي اجيب عددين، بدي اجيب عددين اي بي. كويس؟ بدي احط هون زائد اي واحط هون زائد بي. بدي عددين، هذول العددين حاصل ضربهم 6 الرقم اللي هون، ولما اجي اجمعهم مع بعض يطلع الجواب سالب 7، معامل اكس سالب 7، يعني حزريه هي. حزريه. بدي عددين حاصل ضربهم 6، هي حاصل الضرب يساوي 6، والمجموع لإلهم ايش؟ سالب 7. هي المجموع لإلهم سالب 7. فبدي اسمع منكم يعني حزريه هي، بدك لحالك تستنتج هلا شو هم هذول الاعداد. فالمعظم عم بكتب على الشات اللي هم ايش؟ الستة والواحد. شو رايكم؟ ستة وواحد بزبط؟ خلينا نشوف مع بعض، في طلاب بيحكوا ستة وواحد. خلينا نشوف الستة وواحد بزبط. ستة ضرب واحد يساوي ستة. طب ستة زائد واحد هل يساوي سالب 7؟ خطأ. إذا ما بزبط نحكي تلاقيك. إذا واحد حكى A تساوي ستة، B تساوي واحد، معناته شو بنستنتج من هون؟ إنه A B اضربهم في بعض بطلع ستة. بس لما تجمعهم مع بعض ما بطلع معك سالب 7، معناته هذا الخيار شو ماله؟ هذا الخيار بنحكي عنه خطأ، بدنا خيار ثاني. فنشوف الطلاب شو عم بيكتبوا على الشات، خيار آخر. أوكي، سالب 6 سالب 1. خلينا نشوف. نشوف مع بعض. خذ A تساوي سالب 6، خذ B تساوي سالب 1. طيب، معناته A B اضربهم في بعض بطلع 6 صح؟ واجمعهم مع بعض بطلع سالب 7، هذا الخيار السليم، هذا الخيار الصح. فبيجي بحكي هلا هون هي اكس محل A بحط سالب 6، وهي اكس محل B بحط سالب 1، وهيك الجواب صح 100%. وانا هيك جاوبت على السؤال، عملت يعني تحليل وكتبت التراينوميال اللي هون، هذا اسمه تراينوميال ثلاث حدود فيه، كتبته على شكل برودكت حاصل ضرب 2 ايش؟ باينوميال. طيب شوف كمان مثال اخر. لو جينا كتبنا التراينوميال التالي مثلا اكس تربيع ناقص 21 اكس زائد 20. وهلا انا شو راح اسوي؟ نفس الطريقه بدي اجي احكي هاي اكس زائد حاجه في اكس زائد كمان حاجه ثانيه اسمها بي، بحيث انا بدي اي في بي لما اضربهم في بعض يطلع الجواب 20، ولما اجمعهم مع بعض يطلع الجواب سالب 21. يلا مين عنده خيار؟ رجاء ركز ونشوف مع بعض كيف الاجابات. عددين حاصل ضربهم ايش؟ 20، ومجموعهم سالب 21. حزريه. اذا المعظم بحكي خلينا ناخذ ايش؟ سالب 20 وسالب 1. هل بضبط؟ خلينا نشوف، بدنا نجرب يعني، بدنا نجرب مع بعض.
فعلى فرض أنا أخذت A تساوي سالب واحد وأخذت B سالب 20، بيجي بحكي أنا أول شيء بدي أضربهم في بعض، لما أضربهم بطلع الجواب 20 صح؟ ولما أجمعهم مع بعض سالب واحد وسالب 20 سالب 21 صح، معناته هذا خيار شو ماله؟ سليم 100%. إذا بحكي هي عبارة عن X ناقص واحد في إيش؟ X ناقص 20. طبعا إذا بدنا نتأكد شو بنسوي؟ وبنضرب الإكس في الإكس وبنضرب بنوزع، نفس الحاجة بضرب السالب واحد في الإكس وبضربها في السالب 20، راح يطلع معك نفس الجواب اللي فوق، إذا بدك تتأكد إن حلك صح ولا خطأ. فاللي بدي أحكي لكم إياه هون يا جماعة، إنه لما بيكون معامل إكس تربيع واحد الشغل سهل، لاحظوا، لما بيكون معامل إكس تربيع واحد الشغل سهل. لاحظوا ان هون معامل اكس تربيع واحد، وهون معامل اكس تربيع شو ماله؟ واحد، وهون معامل اكس تربيع واحد، الشغل سهل زي ما انتم شايفين، يعني حزريه بسيطه. فنفس الحاجه هون شو بقدر اعمل هلا؟ بدي اجيب عددين، عددين اللي هم زائد A وزائد B، بدي مجموعهم او حاصل ضربهم يساوي سالب 14، ما تنسوش السالب، وبدي مجموعهم يطلعوا سالب 5. تمام؟ فبدنا نسمع منكم، يلا شو رايكم؟ شو هم العددين اللي بضربهم في بعض بيطلعوا سالب 14 وبنجمعهم مع بعض بيطلع سالب 5، فالجواب 2 وسالب 7، احسنتم، دير بالكم العكس خطأ. يعني مثلا لو واحد حكى ايش؟ لو واحد حكى مثلا انا بدي A سالب 2 وبدي B 7، خلينا نشوف. بيجي بحكي مثلا A في B سالب 14، صح. طب A زائد B نجمعهم مع بعض سالب 2 وموجب 7، الجواب 5، خطأ. أنا شو بدي إياه؟ سالب 5. فبروح شو بعمل هلا؟ بحكي هاي لازم أعمل أعكس شيء بسيط، فبيجي بحكي A تساوي سالب، A تساوي مثلا 2 و B تساوي سالب 5، سالب 7 آسف. ففي هاي الحالة بيجي بحكي هاي اضربهم في بعض A في B بطلع الجواب سالب 14 صح، ونجمعهم مع بعض بطلع الجواب سالب 5 صح، معناتها بيجي هلا هون بحكي هي اكس زائد 2، وهي هون اكس ناقص 7، وهيك جاوبنا على السؤال. نتذكر انه هاي الاسئله لما بيكون معامل اكس تربيع شو ماله؟ واحد. طيب هلا بدي احط ملاحظه، ننتبه هون، ملاحظه بدي اكتب هلا، ماذا يحدث او مش ماذا يحدث، مثلا كيف نتعامل، كيف نحلل، كيف نحلل عندما يكون معامل اكس تربيع رقم غير الواحد. هذا سؤال الاجابه عليه مش مباشره. فخلينا نشوف مع بعض، بدي احط هلا رقم 4، خلينا نشوف مع بعض. افرض اجانا هذا السؤال 9 اكس تربيع ناقص 9 اكس ناقص 10. طيب هلا هون ما بزبط، يعني بسرعه نمشي زي ما كنا نمشي بالاول، لاحظوا انه هون معامل اكس تربيع قديش صار؟ 9. فهون بنتبع خطوات، بنتبع خطوات هون. الخطوة الأولى، أول حاجة الخطوة الأولى شو بروح بعمل؟ بيجي بضرب هذا الحد اللي هون كلياته اللي بالأزرق، بضربه في كل الحد اللي هون. فبيجي بحكي 9 إكس تربيع مضروب في سالب 10، بطلع الجواب، يعني ها هي ضربتهم بهي الصورة كويس، بطلع الجواب سالب 90 اكس تربيع. تمام؟ هكذا شفنا السالب 90 هذول، سالب 90 باخذ بس الرقم ايش؟ من هون بس باخذ الرقم اللي هون، بروح احلله. بروح هذا الرقم اللي هون شو بسوي فيه؟ بروح احلله للعوامل تبعاته، فبجيب بيجي بحكي هي 90 بكبر القسمة على 2 بطلع طبعا انا بدي اقسم هون، 90 تقسيم 2 بطلع 45، 45 بكبرش القسمة على 2 على 3 بقبل القسمة، بس كمان بقبل القسمة على 5 مثلا، على 5 بقبل القسمة، على 5 فيها 9، التسعة بتقبل القسمة على 3 فيها 3، 3 بتقبل القسمة على 3 فيها 1. معناته أنا استنتجت هلا إنه ال 90 باقي هو عبارة عن 2 في 3 في 3 في 5. كويس؟ طيب شو بدي في هاي الخطوة؟ هالكتب هاي الخطوة بدي اياها عشان اعمل التالي. بيجي هلا على السالب 90 اكس تربيع بدي اكتبها على شكل حاصل ايش؟ بدي اكتبها على شكل حاصل ضرب
كميتين. طبعا الاكس تربيع سهله، هاي هون اكس وهي هون اكس، فيش مجال يعني. هالكيت في عندك التسعين اشارتها سالبه، معناته انا بدي اضرب هالكيت هون رقمين، شو مالهم؟ بدي احط هون رقمين، اخذ رقمين من العوامل تبعت التسعين احطهم هون، ويطلع المجموع حاصل ضرب 90. فبيجي باجي بعمل كالتالي، مثلا بيجي بحكي شو اخذ مثلا، هذول حاصل ضربهم قديش؟ هذول حاصل ضربهم 6، وهذول حاصل ضربهم قديش؟ 15. يعني اخذ الرقم 6 و15، ولا اخذ الرقم مثلا كالتالي؟ ممكن واحد ياخذ الرقم كالتالي، مثلا ياخذ هذول الارقام 3 في 3 مثلا يكون 9، مضروبة في 2 في 5 في 10. هي 9 ضرب 10 بعطيك 90، و6 ضرب 15 بعطيك 90. بجوز واحد ثاني يقول لا انا بدي اخذ مثلا بدي اخذ انا ايش 18 في 5. كيف جبنا 18 في 5؟ يعني جبتها من هون، طلعوا كيف؟ هاي 18 مضروبة في 5، يعني الخمسة هاي خليتها زي ما هي، هيها زي ما هي، شايفين؟ وضربت 3 في 3 9 في 2 18. ففي كثير ايش خيارات، اروح خيار منهم اخذ، اي خيار منهم باخذ. اول حاجه باخذ منهم الخيار اللي في الاخر بعطيك المجموع شو؟ سالب 9. بدي اشوف هذول المجموع بعطيك ايش؟ هذا هو المجموع، لازم يعطيك مجموع سالب 9. فمثلا اذا بدي اخذ هذول الجماعه، مثلا ركزوا معي، اذا بدي احط هون مثلا هي 9 هذا خطا، هون 10، عشان هاي الاشاره سالب، افرض بدي احط السالب هون، فحاصل الضرب مظبوط بعطيك 90، بس مجموع هذول الكميات سالب 9 و10 بعطيكش المجموع اللي هون، خطأ. فما بزبط، ما بزبط نحط هون ايش؟ لأنه ما بعطيك المجموع الصحيح، فهاي ما بتزبط، هاي بتزبطش. نفس الحاجة 18 في 5 90، بس مجموعهم مش سالب 9. طب شو رأيكم نحط هون مثلا 6 ونحط هون 15؟ حاصل ضربهم 90، بس أنا بدي مجموعهم سالب. فإذا بدك مجموعهم سالب خلي هاي موجب وحط هاي سالب، هيك بصير حاصل الضرب سالب 90 ومجموعهم هذول، هاي بتزبط. هاي ليش بتزبط؟ بدي اكتب لك هون، لانه سينس اذا بتيجي بتقول 6 اكس بالموجب بتجمع لها سالب 15 اكس بعطيك اللي بالاصفر، سالب 9 اكس اللي هو بالاصفر، عشان هيك زبط. حكيت بعد ما يزبط شو بيجي بعمل؟ بس بعمل خطوه واحده، طلع كيف هلا بعدها؟ بعدها برجع السؤال، السؤال تبعي 9 اكس تربيع ناقص 9 اكس ناقص 10. حكيت انا ال 9 اكس ما هيها نفسها 9 اكس، هاي 9 اكس نفس هاي 9 اكس صح؟ اللي بالسالب. هلا بدي احذفها هاي واحط محلها اللي بالاخضر هون. طيب بدي احط محلها اللي بالاخضر هذول. ساعتها شو بصير معك هون؟ بصير معك التالي، هاي انا عندي 9 اكس تربيع، بدي اشيل السالب 9 اكس واحط محلها زائد 6 اكس ناقص 15 اكس، وفي الاخر ارجع ايش؟ ناقص 10. كويس؟ هلا في هاي الحالة شو انا عملت؟ في هاي الحالة أنا بقدر هيك أعمل جروبينج اللي أخذناه قبل شوي. بتعامل مع هدول لحالهم مثلا، بتعامل مع هدول لحالهم، وبتعامل مع هدول لحالهم. فممكن هلا من أول حدين أطلع 3 إكس عام ومشترك. ساعتها هون بضل 3 إكس، طلع 3 إكس برا بضل عندك هون 2 ناقص. ممكن من هون أطلع عام مشترك اسمه 5. لو طلعنا 5 عام مشترك مثلا، طلع 5 عام مشترك بالسالب. لما تطلع السالب هاي بتصير موجب بضل 3 اكس، ولما تطلع سالب 5 بضل موجب 2 هون. ساعتها هلا بكتشف انه هون في عندي حد وهون في عندي حد متشابهات، معناته بطلعهم عامل مشترك. بيجي بحكي هي 3 اكس زائد 2 عامل مشترك برا، شو بضل هون؟ بضل عندي هون 3 اكس، هي 3 اكس من الحد الاول ناقص 5 من الحد الثاني. وبهي الصوره انا استنتجت يا جماعه انه قدرت احلل هلا اللي هو السؤال تبعي 9 اكس تربيع ناقص 9 اكس ناقص 10، هي الجواب الصحيح تبعك جاهز. 3 اكس 3 اكس ناقص 5 زائد 2. هاي مثال، لاحظوا مش سهل لما يكون ايش؟ معامل اكس تربيع مش واحد. فبدي اعطيكم كمان مثال حتى الصوره تصير واضحه اكثر للجميع، واذا حدا مش فاهم يلاحظ يتبع معي في المثال الثاني، وبعدها راح انا ايش؟ بعدها انا راح ايش؟ افتح باب النقاش حتى نشوف مع بعض اذا في حدا عنده اي سؤال. يعني من مثال واحد يعني يمكن تبقى الصوره لسه ايش؟ مغبشه شوي. خلينا نشوف كمان مثال اخر. مثلا لو جينا على المثال اللي بعده، هي عندك 9 اكس تربيع
ناقص 31 اكس زائد 12. هلا لاحظوا هون معامل اكس تربيع مش واحد، معناتها هاي ايش؟ بدها شغل. كويس، شو بيجي بسوي؟ بروح على الخطوه الاولى تبعتنا، الخطوه الاولى بضرب الحد اللي هون في الحد اللي هون، فبيجي بحكي 9 اكس تربيع مضروب في 12، نضربهم في بعض بيطلع الجواب مثلا نضربهم هذول 9 في 100 و9 في 2 18 118، هي 100 او 108، 90 و18 108، هي 108 اكس تربيع. فكيت شو بسوي انا؟ باخذ الرقم اللي هون بروح احلله، هذا الرقم عشان ما اضيعش وقت، بيجي بحكي هي 108، بحلل العوامل، هي تقسيم على 2، ال 108 على 2 فيها 50 54، على 2 فيها مثلا 27، 27 تقبل قسمها 3 فيها 9، و9 بتقبل قسمها 3 فيها 3، وال3 بتقبل قسمها على 3 فيها 1. معناته انا هلا بستنتج زي ما عملنا قبل انه ال 108 هي عباره عن 2 في 2 في 3 في 3 في 3. كويس؟ هلا السؤال، في كثير خيارات هون، في كثير خيار، احد الخيارات اني اخذ هذول 4 مضروبه في ايش؟ في 27. هي هذول 4 مضروبات في 27. ممكن واحد ياخذ خيار ثاني، يكون مثلا انا بدي اخذ مثلا 2 في 2 4، 4 في 3 مثلا 12 مضروبه في 9. هذا خيار ثاني، بعطيك 108. من العوامل يعني تشتغل فيه، بس انا اللي بحكم هلا، اللي بحكم التالي، انك انت هلا بتيجي هون بترجع هلا هون، هاي بتكتبها هاي عباره عن بتضربها بدك تكتبها على شكل حاصل ضرب كميتين، هي هون اكس وهون اكس عشان يعطيك اكس تربيع. هي كل 108 شو اخذ منها؟ بدك تاخذ رقمين حاصل ضربهم 108 زي 4 و27 ومجموعهم 31 بالسالب، فيبدو انه اول واحد بيزبط 100%، مجموعهم 31، بس حط هون سالب 4 وحط هون سالب 27، لما حاصل الضرب تبعهم 108 ومجموعهم 31 بالسالب، سالب 4 وسالب 27 سالب 1. هي هون بدي اكتب لك سينس، ليش اخذت هذا الخيار؟ لانه سالب 4 اكس واجمع له سالب 27 اكس واعطيك الجواب سالب 31 اكس اللي بالاصفر، هيو يعني انا هون بدي اشيل اللي بالاصفر هون واحط الاصفر واحد اللي هون، هذا اللي هون بعطيك المجموع تبعنا. معناتها خلص هلا شو بجي بكتب نفس السؤال، معناتها هلا معناتها السؤال تبعي 9 اكس تربيع ناقص 31 اكس زائد 12 تساوي 9 اكس تربيع، بدي اشيل هاي اللي هي سالب 31 اكس واحط محلها هاي الكميه، وبالتالي بصير معي ايش؟ بصير عندك ناقص 4 اكس ناقص 27 اكس واخر حد اللي هو زائد 12. تمام؟ وبعدها بنعمل جروبنج زي ما عملنا قبل شوي، بيجي على اول حدين فيهم اشياء مشتركه، بروح على اخر حدين فيهم اشياء مشتركه. الحدين الاولانيات فيهم اكس عامل مشترك بيطلع برا. اوكي؟ فشو بضل هون؟ بضل هون 9 اكس ناقص 4. الحد الثاني لو طلعنا منه مثلا عندك هون لو طلعنا 3 مثلا عامل مشترك او 4 3 طلعنا عامل مشترك 3. فلو حكينا مثلا 3 عامل مشترك، شو بضل عندك هون؟ بضل عندك هون من هي طلع سالب 3 من 27، بضل عندك 9 اكس و12 طلع منها سالب 3 بضل سالب 4. لاحظوا هلا الحد اللي هون نفس الحد اللي هون، اذا حلك صح معناته بقدر استنتج هلا اني اطلع الشيء المشترك على العامل المشترك اطلع برا هذا اللي هو اسمه باينوميال كومن فاكتور، بضل عندك جوا ايش؟ اللي هو الاكس هاي اللي هون هيها وناقص 3 اللي هون. معناته انا في الاخر حللت السؤال اللي بدي اياه، اذا هلا استنتجت ايش؟ انه 9 اكس تربيع ناقص 31 ناقص 31 اكس زائد 12، لكن هي عباره عن هذا هو التحليل الصحيح. ف هذا كمان مثال لما يكون معامل اكس تربيع مش واحد. لسه في كمان مثال اخر لما تبقى معامل اكس تربيع مش واحد زي مثال رقم 5، بنفس الطريقه بنحلله و احنا حللنا انه اي مثال حللنا هلا 9 اكس تربيع ناقص 31 اكس زائد 12 تمام، ويعني والمثال اللي قبله حللناه 9 اكس تربيع ناقص 9 اكس ناقص 12 ممتاز. اذا هيك هي بهي الصوره بنكون احنا قدرنا نحل العوامل ل كثير حدود اللي هو تراينوميال في ايش؟ عن طريق الميثود اللي هاي علمناكم اياها. طبعا هاي الطريقه مش موجوده بالكتاب، يعني طريقه انا عملتها من عندي حتى تبسط وتسهل على الطلاب التحليل للعوامل. فمثلا لو جبت كمان مثال بهاي الصوره وبعدها راح افتح باب الاسئله اللي هو سؤال موجود كمان عندنا هو 7 اكس تربيع ناقص 10 اكس ناقص 8.
لاحظوا معامل اكس تربيع ما هوش واحد، فخلص اللي على السريع بس نشتغل. شو بنعمل؟ اول خطوه بروح بجي بحكي بدي اضرب 7 اكس تربيع، اول حد في اخر حد مضروب في سالب 8، فبطلع الجواب على السريع سالب 56 اكس تربيع. هلا انا بس باخذ الرقم، بروح احلل الرقم هذا اللي هون، بروح هون بحلله على السريع، هاي 50 56 على 2 بطلع الجواب مثلا 28، قسم على 2 بطلع 14، قسم على 2 بطلع 7، قسم على 7 بطلع 1. اذا بستنتج انا هلا ايش؟ انه الرقم اللي عندي اللي هو 50 56 هو عبارة عن 2 في 2 في 2 في 7. طيب هلا في خيارات كثيرة هون، شو اخذ؟ اخذ مثلا 8، اي هذول 8، 8 في 7، ولا اخذ مثلا 4، اخذ اول خيار، ولا اخذ مثلا بس هذول الخيارين، هذول 4 مثلا مضروبة في 14، ولا اخذ مثلا يعني في كثير خيارات 28 في 2، ولا اخذ 2 في 28، يعني انه خيار اخذ. اوكي بيجي هلا هون بحكي انا بدي اخذ حاصل ضرب كميتين، هي هون اكس هون اكس، هلا بدي اخذ رقمين يبقوا مجموعهم سالب 10، فسالب 10 بيجي من هون، بس بدك تلعب في الاشارات، بحط هون مثلا 4 وهون 14 وبعطي السالب للكبير عشان يصير مجموعهم سالب 10. هي لاحظ المجموع تبعهم حاصل ضربهم سالب 56 ومجموعهم سالب 10، معناته شو بيجي بعمل؟ برجع هلا على السؤال تبعي، يعني بدي اكتب لك هون سينس ايش؟ سينس انه 4x مجمع لها سالب 14x بعطيك المجموع سالب 10x، معناته انا بدي ارجع هلا على السؤال تبعي اللي هو 7x تربيع ناقص 10x ناقص 8، واحكي عنه 7x تربيع، بس هلا محل السالب 10x هي بحط محلها زائد 4x ناقص 14x وبكمل ناقص 8. ساعتها هلا شو بسوي؟ ساعتها هلا بقدر احكي انه هي عباره عن ايش؟ بخرج عامل مشترك من هون، فهي بتصفي x في 7x زائد 4، وهون بنطلع من هون مثلا ناقص، لو طلعنا من هون 2 عامل مشترك او 2 بضبط 2 عامل مشترك بالسالب، فبضل عندي هون ايش؟ 7x زائد 4. فلاحظوا انه هون هذا الفاكتورز اللي حلك صح بيطلعوا زي بعض، وبالتالي بنطلعهم عامل مشترك، وبالتالي بضل عندي ايش؟ بضل عندي الحد اللي هون والحد اللي هون، اللي هو عباره عن اكس ناقص 2. وهيك بهي الصوره بنكون احنا ايش؟ جاوبنا على السؤال بطريقه كامله. بتامل تبقى الصوره واضحه للجميع، اذا في حدا عنده اي سؤال يا جماعه بيقدر يرفع ايده ويستفسر عن اي حاجه بدي اياها. واضح يا جماعه كل شيء تمام؟ طيب فين ملك؟ تهبوب. نعم ملك. دكتور نعم تفضل. أنا فاهمة الطريقة كلياتها وكل شيء تمام، بس أنا عندي مشكلة في تحليل العوامل، بخربش يعني، فيمكن أغلط فيها، ففيش طريقة تانية من غير ما نحل العوامل؟ أنا في تصوري هي أسهل طريقة، يعني الطريقة الثانية الموجودة، الطريقة الثانية الموجودة كالتالي، إنك أنت تطلعي بهي الصورة، شايف كيف؟ تيجي على السؤال مثلا، السؤال اللي حلينا قبل شوي 7 إكس تربيع ناقص 10 إكس ناقص 8، تحكي أنا بدي أعمل كأنه فرق بين مربعين، هي انا عندي هون مثلا 7 اكس تربيع، خلينا نشوف بدي اصير اجرب، هي 7 اكس من هون اكس مثلا، هي حاصل ضربهم 7 اكس تربيع، هلا بدي رقمين حاصل ضربهم سالب 8، مثلا بدي احط هون سالب 8 و1 هيهم. هلا السؤال بدي اجي اضرب هدول في بعض، تعال نضرب هاي في هاي، بدنا نضرب هاي 7 اكس تربيع مزبوط، تضرب هاي في هاي، هاي بتعطيك سالب 8 مزبوط، هذا الحد سهل. المشكلة وين هلا؟ المشكلة في التالي، انك انت هلا بدك تضرب 7x تضربها في ايش؟ في الواحد، قديش بتعطيك؟ بتعطيك 7x، وبدك تضرب سالب 8 في الاكس، هي سالب 8x، لما نجمعهم هذول 7x مجموع مع سالب x مع سالب بيطلع الجواب سالب x، وهذا سالب x ما بيساوي البضاعة اللي هون، فالحل غلط. شو يعني الحل خطأ؟ بدنا ندور على أرقام أخرى. فالسؤال احيانا الواحد بيطول، هو قاعد يجرب هون في ارقام، مرات كثير بجرب، يعني اذا زبطت معك خلص زبطت، بس اذا بدك انك تمشي على طريقه ما تتخربط فيها يمكن طريقه تحليل العوامل تزبط معك، او اذا انت ذكي انف زي ما حكيت لك، اذا انت ذكي انف تقدر تحكي هي 7 اكس تربيع ناقص 10 اكس ناقص 8. لحظه شوي ما زبطتش الاولى، خليني اجرب اعمل كالتالي، مثلا اذا الاولى ما زبطتش اجي احكي انا بدي عددين حاصل ضربهم 7 اكس تربيع هيهم
بدي عددين حاصل ضرب سالب 8 مثلا، بدي احط هون هيك يعني اجرب، هاي سالب 2 وهي موجب 4، بدي اشوف بزبط ولا بزبطش. فبيجي بحكي هلا اوكي 7 اكس في اكس بتعطيك 7 اكس تربيع صح؟ سالب 2 فموجب 4 بتعطيك سالب 8 صح؟ طيب هلا شو بدنا نعمل؟ بقول 7 اكس مضروبة في 4 شو بتعطي هاي؟ بتعطي هاي 28 اكس صح؟ و بدي شو رح اعمل فيهم هدول؟ هي عندك هون 7 اكس ناقص 2 7 اكس اوكي. هلا بعدها بدي اروح اضرب ايش؟ اللي بالوسط. اجي احكي سالب 2 ضرب اكس شو بتعطي هاي؟ سالب 2 اكس. تعال نجمع هدول مع بعض هلا، نجمع هاي وهاي، قديش المجموع لإلهم؟ مجموع لإلهم سالب 2 اكس موجب 8 بتعطيك 26 اكس، 26 اكس هون حل خطأ، لازم يطلع الجواب قديش؟ سالب 10 اكس. فبنرجع نجرب كمان مرة. بيجي بحكي طيب خليني أعمل كالتالي، خليني أحكي مثلا أنا بدي أعمل كالتالي، بديش أحط 7 اكس هون، بس بدي أحط اكس لحالها دون 7 اكس، و7 اكس بدي أحطهم هون، بدي أغير هلا. هاي حاصل ضربهم 7 اكس تربيع. بعدين ايش مثلا انا بدي اجرب احط مثلا خلي هاي زي ما هي ناقص 2 وموجب 4 خليها زي ما هي اشوف هيك بزبط. فبيجي بحكي هاي 7 اكس في 7 اكس بعطيك 7 اكس تربيع صح؟ تمام. وسالب 2 مضروب في 4 بعطيك سالب 8 صح؟ هاي بتعطيك اللي هو 7 اكس تربيع صح؟ هلا بدك تضرب الاكس في ال 4 بتعطيك 4 اكس، بدك تضرب سالب 2 في موجب 7 تعطيك سالب 14 اكس، اجمعهم بيطلع الجواب سالب 10 اكس، حلت صح. ممتاز. فبدك تقعد تجرب، اذا بدك تحلل العوامل بدك تقعد تجرب بهي الصوره. ف يعني في الاخر الطالب هو حر، يعني بيشتغل على هاي الطريقه او هاي الطريقه اللي بشوفه مناسب بيشتغل عليه. وبالتالي يعني بالنهايه المهم الواحد يصل لاجابه صحيحه. طيب في عندنا كمان رغد عندها سؤال. نعم رغد. دكتور نعم تفضل. يعطيك العافية، بدي أسألك، طب مثلا لو نتخلص من معامل إكس تربيع، مثلا منجيبها كل المعادلة بصفر وبنقسم الطرفين على 7 مثلا في هذا المثال، نتخلص منه فبصير عندي خلص يعني عادي، بصير إكس تربيع معاملها 1 هون، طبعا نقسم كل الطرف على 7، ما بتزبط مثلا؟ اوكي شكرا على سؤالك رغد، سؤالك مهم جدا. رغد اول شيء احنا ما بنحل في معادله، هذا اللي قدامك هذا مش معادله، هاي بولينوميال، هاي كثير حدود، هذا كثير حدود يعني بولينوميال. يس بولينوميال، بس هذا شو نوعه؟ النوع تبع تراينوميال، يعني في جوته 3 حدود 1 2 3. هلا لو انها معادله بيختلف الوضع، بس هذا ايش؟ كثير حدود بهي الصوره، رح نيجي لما يكون عليه معادله. بس على فرض ان انا طلع كيف، على فرض انه انا بدي اجي معاكي هي 7 اكس ناقص 8 يساوي 0، على فرض انه في عندي معادله. اوكي بتقدر تقسم على اكس تربيع، على معامل اكس تربيع اللي هي بصير عندي قسم كل شيء على 7، فيش اي مشكله. بس هلا بصير الحل صعب يا رغد، يعني انت هلا شو بدك تعملي؟ هي عندنا هون اكس اكس، بدك تروحي تجيبي زائد اي وتجيبي زائد بي، وبدك تحكي لي انه بدك تحكي مثلا انه اي حاصل ضرب اي في بي، انا بدي اياه يطلع الجواب سالب 8 على 7، وبدي اي زائد بي يطلع المجموع سالب 10 على 7. هاي صعب تفكر فيها بهي الصوره، نحن يا دوب نحل هاي الحزريه لما يطلع عندنا اعداد صحيحه، فلما بصير اعداد نسبيه بهي الصوره بتتعقد الامور اكثر. هو مش خطا ولكن تتعقد الامور شوي. فنحن بالنهايه بدنا نحلل ايش؟ بولينوميال، وليس نحل المعادله. هاي اسمها معادله اللي هون، هاي معادله، احنا ما بنحل معادله، احنا بنحل ايش؟ كثير حدود من الدرجه الثانيه. تمام. طيب جميل جدا، خلينا نشوف مع بعض. إذا بتتذكروا المحاضرة اللي فاتت عملنا إشي له علاقة ب إكمال، لما يكون في عندنا مثلا كيف نفك عددين، إذا بتتذكروا لما يكون عندك مثلا بهي الصورة إكس زائد إيه كل تربيع مربع كامل، فهي حكينا الأول تربيع زائد 2 الأول في الثاني زائد الثاني تربيع، إذا بتتذكروا لو حطينا هون سالب نفس الحاجة، بيصير عندك الأول تربيع زائد 2 الأول اللي هو اكس في الثاني زائد الثاني تربيع، بيطلع معنا بس بدل الموجب شو؟ هي اكس تربيع، بس بصير هون ناقص 2 اي اكس زائد اي تربيع لانه السالب مع التربيع بروح.
إذا نحن هنا بنحكي عن مربع كامل. هلا السؤال كالتالي، إنه بقدر أعطي ملاحظة بناء على هذا الكلام وأجي أحكي في عندنا هون إشي اسمه special factorization. هون اللي تعلمناه المرة اللي فاتت، بس بدي أعمل فيه مراجعة بسيطة. أول حاجة نتعلم إنه نرجع بالعكس، يعني لو أعطيتك هاي لازم تعرف، لو أعطيتك هاي الكمية مثلا لازم تعرف إنه هاي جاي من مربع كامل، هذا بنسميه مربع كامل. لما نشوف هاي الكمية لازم نتذكر الأصل تبعها، يعني أيضاً هاي عبارة عن مربع كامل. وبالتالي بالإنجليزي هذا كيف بكتبه؟ بحكي إنه the perfect كامل، يعني perfect the perfect square trinomials. شو معنى هذا الكلام؟ trinomials نتذكر مع بعض، trinomials معناه كثير حدود، زي هيك trinomials زائد 2 ax زائد b، هذا كثير حدود. بس هذا كثير حدود وعبارة عن مربع كامل، لأن لازم لما بشوفه بهاي الصورة أحكي لحظة شوي، هاي عبارة عن x زائد سوري هاي a تربيع، x زائد a بكل تربيع، تمام؟ فنتذكر مع بعض إنه المربع الكامل مش لازم ننساه. فنفس الحاجة لازم لما بشوف مثلا x تربيع ناقص 2ax زائد a تربيع، أحكي لحظة شوي هذا تراينوميال، بس هذا التراينوميال شو ماله؟ أيضا هو مربع كامل، هذا عبارة عن x ناقص a بكل تربيع. فالفكرة هون إنه نعرف نرجع، أوكي؟ نفس الحاجة المرة اللي فاتت أخذنا كمان اللي هو الفرق بين مربعين، وحكينا إنه الفرق بين مربعين كنا نحله بهاي الصورة of two squares. لما حكينا مثلا إذا تتذكروا x تربيع ناقص a تربيع، فحكينا مربع كامل ناقص مربع كامل، فهي عبارة عن فرق بين مربعين، هي عندنا هون x ناقص a وهون x زائد a. هذا أخذنا المرة اللي فاتت. فالفكرة هلا إنه كمان نعرف نرجع، يعني لو مثلا انا شفت ايش؟ لو انا مثلا شفت 25 ناقص واي تربيع، فعلى السريع هاي بقدر احكي عنها 5 تربيع ناقص واي تربيع، وهي نفس ايش؟ 5 ناقص واي 5 زائد واي. هلا الفكره كمان اللي بدي احكيها اليوم انه الحد اللي هون، لاحظوا الحد اللي هون شبيه في الحد اللي هون، الفرق فقط وين الفرق؟ في الاشاره. فبسمي ايش؟ بسمي هذول التو فاكتورز بسميهم كونجكتس. شو معنى conjugates؟ مرافقات. conjugates يعني مرافقات. شو يعني مرافقات؟ يعني بقدر احكي كالتالي انه x ناقص a is conjugate مرافق to x زائد a، بس ما علي العكس الاشاره. فمثلا لو جبت لك example، لو حكيت example هون find conjugates، اعطيني مرافق مثلا find conjugate of، مين بيقول لي شو المرافق ل x ناقص 3؟ على السريع شو المرافق ل x ناقص 3؟ هو x زائد 3. طيب لو رقم 2، شو المرافق ل 4 ناقص 2x؟ على السريع نفس ولا شيء بيفرق، بس بتعكس الاشاره ولا شيء بتغير. طيب لو حكيت مثلا 3، مين بيقول لي نص x زائد 1؟ شو المرافق له؟ نفسه بس بتعكس الاشاره، نص x ناقص 1. فهذا هو معنى الكونجكت، تمام؟ ففي الفرق بين المربعين بيكون كل فاكتور هو كونجكت للاخر. فلو جينا نعطي هذا اكزامبل بشكل عام كيف نتعامل مع الكومبليت سكويرز مثلا، هاي اكزامبل على السبيشال فاكتورايزيشن، سؤال بحكي لك فاكتور ايش؟ كومبليتلي. كومبليتلي يعني بشكل كامل. شوف لي هذا الباينوميال كيف بقدر احلله بشكل كامل، اللي هو 25 x تربيع ناقص 30 36 y تربيع. يلا بدي اسمع منكم، شو رايكم؟ هل هذا مربع؟ بدك تتعامل معاه بهاي الصوره ولا كيف؟ يلا شوف، بدي اسمع منكم مين بيقدر يحلل هذا السؤال، يرفع ايده اللي بيقدر يحلل. ففي عندنا شتي. نعم شتي، يعطيك العافيه دكتور. تفضل. هلا ال 25 هي 5 في 5 وال 36 6 في 6. ممتاز. اذا هاي عباره عن 5 x الكل تربيع ناقص 6 واي الكل تربيع. فلما نحللها شو بعمل على السريع؟ 5 اكس ناقص 6 واي و5 اكس زائد 6 واي. ممتاز، يعني كل واحد والكونجكت له 100%. هذا هو ايش؟ اللي كنت بدي احكيه، انه لاحظوا ان هذول الجماعه شو اسمهم؟ كونجكت، يعني مرافقات لبعض. لما يكون في عندنا ايش؟ يعني الفرق بين المربعين بهي الصوره. طيب لو جينا سالنا سؤال اخر كمان اكزامبل، وعمل لي تحليل كامل هلا فاكتور كومبليتلي، حلل بشكل كامل مثلا هذا التراينوميال، ذا تراينوميال مثلا اللي بهي الصوره، اللي هو عباره عن 4 اكس تربيع. لاحظي يا رغد انه هون المعامل اكس تربيع مش واحد، زائد 9. اوكي، اول حاجه
هلا بدي اياكم دائما لما بيجي اشياء زي هاي تراينوميال دائما فكروا في المربع الكامل قبل ما ايش، قبل ما تروحوا على تحليل العوامل. كيف يعني؟ يعني انا بدي احل هون طريقتين، بدي احل بطريقه ايش، سوليوشن رقم واحد، اطبق على القاعده مباشره. شو بيجي بعمل سوليوشن رقم واحد؟ بيجي بحكي 4 اكس تربيع هاي مربع كامل، 9 هاي اللي بالاخر، هاي 9 هاي مربع كامل. فانا اجرب، بدي اجرب مثلا، بدي اجرب اجي احكي لحظه شوي، معناته خلينا نشوف 4 اكس تربيع زائد 12 اكس زائد 9 بتزبط. ال 4 اكس تربيع باخذ منهم 2 اكس وال 9 باخذ منها 3. خليني اجرب اشوف هاي بتزبط ولا لا، بلكي زبطت. اذا زبطت بتريحني من ايش؟ من تحليل العوامل. فبيجي بحكي كيف بفك هاي، الاول تربيع، هي همي عشان اتاكد، بس عشان اتاكد، الاول تربيع زائد 2 الاول في الثاني زائد الثاني تربيع. اذا بيطلع معنا 4 اكس تربيع زائد 12 اكس زائد 9، معناته تلاحظوا الحل تبعنا صح 100%. اذا هذا التراينوميال باقي مربع ايش؟ مربع كامل. يعني شو باقي اسمه؟ بيرفكت سكوير، مربع كامل. لما يكون مربع كامل بحل بهاي الصوره وخلصت، هيني في نص سطر. بس اذا ما انتبهت لحالي، ممكن مثلا اذا تعقدت الامور انا معي، ممكن اروح على سوليوشن رقم 2. سوليوشن رقم 2 تعلمناه قبل شوي، بيجي بحكي 4 اكس تربيع زائد 12 اكس زائد 9. بما انه اكس تربيع معاملها مش واحد، معناته اول خطوه بدي اروح اضرب اول حد في اخر حد، بطلع الجواب 30 36 اكس تربيع. بعدين ايش بروح؟ باخذ ال 36 بحللها للعوامل، 30 36 على 2 18 على 2 9 على 3 3 على 3 1. معناته باقي عندي 36 هي عباره عن 2 في 2 في 3 في 3. اوكي، هلا السؤال شو اخذ؟ شو اخذ هون؟ اخذ هون مثلا 4 في 9، ولا اخذ مثلا، ولا اخذ مثلا، مثلا اخذ 2 في 18، ولا اخذ مثلا، خلينا نشوف مثلا لو اخذنا 6 في 6. يعني في كثير خيارات انه اخذ منهم. فانا بدي اجي هون هلا احكي 36 بدي اكتبها على شكل حاصل ضرب كميتين، الاكس تربيع هي هون اكس وهون اكس، بضل عندك 36. بدي احط رقمين مجموعهم 12، هي ما بزبطش، هي مجموعهم مش 12، هي خطا، بتزبطش مجموعهم مش 12، هي مجموعهم مش 12 خطا، هي 6 6 100% بتزبط، هي مجموعهم 12 فبحط هون 6 6. معناته انا هلا برجع على السؤال تبعي وبشيل هلا 12 اكس هاي اللي هون، اللي هي يعني انا ليش اخترتها هاي؟ هبدي اكتب لك هون سينس ال 6 اكس زائد 6 اكس بعطيك 12 اكس اللي هو موجود في السؤال، هي 12 اكس 12 اكس. معناته انا هلا شو بسوي؟ بدي اشيل 12 اكس هاي اللي هون واحط محلها زائد 6 اكس زائد 6 اكس، وارجع اخر رقم اللي هو 9 محله. وهلا بيجي بتعامل مع هذول، بخرج منهم عامل مشترك، بقول عامل مشترك، فهون بطلع عامل مشترك زي 2x، بضل هون 2x، وهون لما بطلع 2x بضل هون 3. نفس الحاجة بروح على الحد اللي بعده بطلع 3 عامل مشترك، بضل 2x زائد 3. هلا هون سبحان الله شو بطلع معنا؟ حدين زي بعض هون بطلعهم عامل مشترك، ولما يطلع معك 2x زائد 3 عامل مشترك، شو بضل جوا؟ بضل جوا نفسه، هي هون 2x زائد 3. بس لحظة شوي، ما هو هون هاي 2 اكس زائد 3 وهي نفسها، معناته بصير عندك ايش؟ 2 اكس زائد 3 الكل تربيع. لاحظوا نفس الجواب اللي طلعناه هون، بس هون طلعناه في سطر لانه مربع كامل، السبب في ذلك انه مربع كامل. فبتامل تبقى الصوره واضحه للجميع. فعشان هيك احنا دائما لما مثلا بيجينا سؤال زي هيك مثلا، كيف بدنا نعمل ايش؟ فاكتور كومبليتلي. مثلا لو اجانا سؤال فاكتور كومبليتلي مثلا هذا التراينوميال، مثلا دائما نفكر في مربع كامل اذا بزبط. هي هون زي اكزامبل، ونشوف مثلا 16 ناقص 40 اكس زائد 25 اكس تربيع. شو رايكم؟ طبعا هنا تذكروا انه 16 هي بنسميها الكونستنت تيرم، تذكروها الكونستنت تيرم، كونستنت الحد الثابت، يعني الكونستنت تيرم. هون اجى الترتيب في الاول، فمفيش مشكله ما يجي الترتيب في الاول. المهم هلا دائما فكروا في المربع الكامل البيرفكت سكوير، فكروا فيه هذا المربع الكامل بيرفكت سكوير. فاذا بزبط معكم بيرفكت سكوير يعني شيء زي هيك كل تربيع، ساعتها بتحطوا 16 الجذر تبعها 4، وال 25 الجذر تبعها 5، والاكس تربيع الجذر تبعها اكس. وبما انه في هون سالب حط هاي سالب، جرب هلا راح يزبط معكم. هيها الاول تربيع زائد 2 الاول في الثاني زائد الثاني تربيع. اذا بدك تتاكد هاي، بس خلص السؤال بس عشان نتاكد يعني، هاي تطلع 16
هاي تطلع 4.8 في 45 بس بالسالب، والسالب مع التربيع بروح 25 اكس. لاحظوا نفس الجواب اللي هون. ف يعني ممكن كمان سؤال اخر على نفس السياق، يعني كمان اكزامبل قبل ما انهي، مثلا لو حكينا 16 اكس تربيع ناقص 25 واي تربيع، فهي بدي اسمع منكم مين بعرف يحللها هاي قبل ما انهي. اوكي طبعا يعني هم خلص مثال الاخير وبدي اطلع لانه الطلاب يمكن هلا انتهى الوقت. فنسمع مثلا من احمد. نعم احمد. يعطيك العافيه تفضل. دكتور هسه 16 جذر 16 4 4 اكس تربيع ناقص 5 واي. الكل تربيع يعني؟ التربيع على الكوس. دير بالك هاي فرق بين مربعين، هاي مش مربع كامل، هاي فرق بين مربعين وليست مربع كامل. يعني هاي بنعمل فيها هيك، نحط الكونجكت هلا المرافق صح ولا لا؟ لانه هاي مش ثلاث حدود، هاي بس حدين. هاي اللي هون ثلاث حدود كانت مربع كامل، هاي كانت مربع كامل ثلاث حدود، هاي بس حدين على الصريح. هاي بس بنعمل هيك و بتخلص. ف يعني راح اوقف هون. انا يعطيكم العافيه وان شاء الله الاسبوع الجاي بنكمل. يعني السؤال الاخير هون لو انه مربع كامل كان بقدر اعمله بهي الصوره. لو انه مربع كامل بيجي باخذ 4 اكس تربيع، هاي الجذر له 4 اكس مثلا ناقص هاي الجذر لها 5 واي. لو انها لو بقدر اكتبها بهي الصوره وبدي اتاكد كان الاول تربيع الثاني الاول تربيع مزبوط هيك، معناتها هلا بصير في عندك 16 اكس تربيع 5 4 اللي هي عباره عن 20 في 2 ناقص هي. هذا اسمه مربع كامل، اللي هون اسمه مربع كامل لانه بيساوي هاي الكميه، هاي مربع كامل. بس ما هو احنا عندي في السؤال فيش عندي غير حدين، لاحظوا بالسؤال بس هذول موجودات، مش موجود هذا الحد اللي هون. فلما يكون هذا الحد مش موجود معناتها هي مش مربع كامل، هي ليست مربع كامل. فبجرب اشوف ايش اذا كانت فرق بين مربعين. الفرق بين مربعين 100% بتزبط. ليش؟ لانه لما نفكهم هذول جرب فك هذول مثلا هاي مع هاي وهي مع هاي، بصير عندك 16 اكس زائد 20 اكس واي. بعدين ايش نضرب مثلا هاي الكميه في 4 اكس وفي 5 واي، بصير عندك ناقص 20 اكس واي وناقص 25 واي تربيع. فبروح كميه بالموجب مع كميه بالسالب بضل الجواب نفس السؤال اللي هو 16 اكس تربيع ناقص 25 واي تربيع. نفس نص السؤال، هي نص السؤال، شايف كيف؟ اذا هذا هو اللي هو فرق بين مربعين وليس مربع كامل.